السؤال لك. انتما ولاد هنا اشنو تيبان لكم؟ الساعة كاينه بواجب. علاش غادي تلعبوا؟ نلعبوا على اجل تحقيق حلم المستوى. تيبان لك تيبان بان هاد يعني هادي واش حقيقه تتقولها ولا سميتو ولا حب للفرقه؟ حيت انا ما متفقش معاك في الطرح. عرفتي علاش؟ لان انت ولد الخميسات. انا تنتسنى منك الجواب ديالاش هو ديال عارف الفرقه. شنو هي الفرقه اللي كانت ديك العام؟ شحال من واحد مشات 17 لواحد، مشات فرقه بلي غومبلاسون ديالها. ولحد الساعه انا اللي جيت فيه كلشي خوا، تم ثلاثه الافارقه اللي هما عندهم واحد 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 سميتو في الفرقه يقدروا ما يكونوش. يعني الى جاو هاد ثلاثه الافارقه واحد النسبه ديال واحد تتقول واحد 20% 10% اللي تتعاون بها الفرقه. دابا الفرقه مشات كلها وزيد عليها ثلاثه الافارقه اللي عندهم واحد الدور كبير في الفرقه. يعني لوبجيكتيف غادي نكونوا تنكذبوا على راسنا الا تنقولوا بغينا نطلعوا. انا تنحاول ما امكن باش نكون ماشي دبلوماسي، لان الناس المسؤولين ديجا الثقه اللي داروها فيا تنشكرهم عليها، ولكن تنحاول ما امكن باش نكون واقعي مع الناس كاملين. بالنسبه للوبجيكتيف، واش الناس ديال الكل تيبان بان ان اوبجيكتيف اللي هو الفرقه كانت ديك العام باللعابه ولا كاليتي ديالهم كان واحد الوقت صعيب طلوع اللي كان تيبان في حتى الروتور عاد باش بدات تتبان واحد البوادر. يعني الفرقه في لالي كانت تتبان فرقه اللي ما يمكنش توصل لواحد الهدف اللي هو ما بين خمسه الاولين، كان صعيب. اذا بديك الفرقه كانت صعوبات، ولحد الان اللي مشاو تقريبا 17 لعاب اللي هما كما تيقولوا الكل يعني لعابه دو كاليتي، وهاد اللعابه ما كاينينش لحد الساعه، وحنا تلقاو صعوبات دابا باش نجمعوا واحد المجموعه اللي هي غير واحد 10 ولا 11 اللي هي تقدر تكون تيتولير. حنا لحد الساعه لاقين صعوبات كبيره. لحد الساعه بالنسبه لك من خلال هاد التركيبه اللي متواجده حاليا وبعد التعاقدات اللي تعاقد معاهم المكتب، يعني شنو كيبان؟ بعض التعاقدات ولا شي حاجه نقولوا شي حاجه، حيت بعض تتقول ديك خمسه سته هذه هي بعض، وسيرتو حنا في لا الخميسات ولا شي سميتو اللي فراقي اللي معولين بزاف على الناس اللي يجيو برا. يعني التعاقدات تكون كثيره جايه من خارج الخميسات، يعني راه باقي ما كاين لا تعاقدات لا والو، شي حاجه اللي هي باقي ماشي. غير حنا تنحاولوا ما امكن باش التعاقدات في هذا الجح ديال التعاقدات اللي كاينه رغم انها جحيحه، تنحاولوا ما امكن باش تكون شي حاجه د كاليتي، رغم ان في الوقت اللي حنا تنعيشوه خصني نتسرع في الانتدابات، وانتدابات تتخلق مشاكل اخرى هي ديالاش ديال بنا بعض الفروق عندهم مشاكل ديال الماده، فاش الواحد ما تتخلصوش ولا فاش تديروش تيقول لك انا ما نجيش لهنا. دابا المشكل انا ما نجيش لهنا، لا وقيله ما غنجي نتخلص. واخا كاينه قضيه الليتيج ديال سميتو ديال الجامعه، ولكن تتبقى داك المشكل ديال تتردد باش يسيني. اذا هادو امور متداخله في واحد لا جيستيون ديال الفراقي ديال المدى البعيد. الواحد يخمم المدى البعيد تتكون واحد المصداقيه، الا كانت المصداقيه يقدر يجيك لعب، يقدر تجي فابور، ولكن عارف راسو غيشد جوج دريال على انه يشد 100 دريال. الا تعطيني جوج دريال ومتاكد بان غنشد من عندك جوج دريال تتكون داير معايا، على انك تقول لك نعطيك 100 دريال كي 100 دريال ما تنعطيهاش لك. اذا هنا غير هي نحاولوا ما امكن نشوفوا لوبجيكتيف ديالنا على حسب التركيبه اللي عندنا. واش غادي تشوفوها غادي نطلعوا ولا ما نطلعوش؟ واش غادي نطلعوا ولا ما نطلعوش؟ يعني واش غادي نديروا المانتيان بهذه التركيبه هذه مقارنه مع عندي ديك العام؟ لان هذا هو الواقع لحد الساعه. اذا حنا مستعدين نتهزوا نتخابط مع هذو اللي كاينين موجودين، غير نكونوا عارفين القيمه ديال اللعابه اللي عندنا، ماشي نكونوا عارفين عندنا القيمه ديال اللعابه وتنتمنوا تنطلبوا منهم انه غادي يطلع. والحاجه الاخرى وهي اللي هي مهمه، ان الدراري ديال هنا انا جايب واحد الشوفه
اللي ولاد هنا تيسهلوا عليك الماموريه. لا لقيتي ولد هنا اللي غادي تتقول ليه دخل وتيحرر لك ديك سميتو، يعني بحال قلتي تيبرد لك قلبك كما تنقولوا لانك دخلتيه. انا علاش غادي تمشي تجيب على برا؟ هادشي اللي كيبغي يدير الامور ديال هاد الزمو باغي ولد البلاد. ها ولكن غير نكونوا واقعيين، ما يمكنش الواحد غادي يمشي في شي حاجه اللي هي تيشوفها ما كايناش. انا بالنسبه ليا 160 200% على ان ولد هنا تعطى ليه سميتو، لان هاد النظريه كانت نظريه عندي فاش كنت انا في الوداد، انا ولد تما هو اللي يدير. الا كنت غادي نجيب شي واحد من على برا، نجيب شي واحد من على برا اللي غيدير ليا جوج المرات ثلاثه المرات الخدمه ديال ولد هنا. ولكن واش ولد هنا، سؤال، واش ولد هنا موجود ولا ماشي موجود؟ السؤال بغينا نوجهه لك شخصيا، انك دابا انت حاليا شنو هي النظره ديالك على ولد البلاد ديال منطقه الخميزات؟ واش كتبان لك فيه شي بوادر انه قادر يعطي للفرقه؟ هذا هما التساؤلات كيطرحها الجمهور. انا غاديش نقدر نجاوبك وما نجاوبكش، غادي نجاوبك ما غاديش نجاوبك، لان هذا فيه مساس للناس اللي تيديروا لا فورماسيون هنايا. يعني غادي نقول لك اللعابه ما كاينينش، واللي هو واقع ان اللعابه ما كاينينش، كاينين واحد القله القليله، وهذه القله القليله حنا بغينا على الاخر ندخلوها معنا باش تستافد وتبروغريسي باش على الاقل العام الجاي ولا هاد العام نيت، لان لوق بلاصه لا كانت الواحد ديك الساعه يضرب ضربته كما تنقول بالنسبه للعاب. اذا كما قلت لك غادي نمشي بدبلوماسيه، واخا ما تنبغيش نفرض الراي ديالي، انا ما كرهتش ولاد هنا. الغازون يحيدوا ليا، يعني فاش تكون الفرصه، وماشي تعطاه فرصه، يعني تعطاه فرصه هي الاخرى، بالعكس تعطاه فرصه وجوج وثلاثه واربعه، ولكن واش يكون حاضر معاك لحد الساعه؟ ما كاينش ياك. ولكن هذه في نفس الوقت ما تنعنيش ان الدراري ديال هنا، لان خالد مخنطر ولا الدراري اللي يلعبوا كره ولاد هنا ما دايرينش الخدمه ديالهم. هذا يقدر يكون جاي مناش، يقدر يكون جاي من البلاسمون ديال الخميسات فين كاينه، وكمدينه صغيره اللي فيها جح ديال 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 لي زاسوسياسيون اللي قلال، فيها الكونكورونس ديال الفتح وديال الجيش اللي هما قراب المدن اللي هما دايرين، ماشي بحال الجنوب كاين ما كايناش كونكورونس لان مدينه بعيده وكاينه غير الحسنيه. ولكن عندك بزاف ديال الكلوب اللي هما اماتور، عندك ايتبلول، عندك الهواره، عندك ادرار، عندك تيزنيت، عندك تارودانت، عندك الجيره، عندك هنا 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 المدينه صغيره، علاش غادي تطلب من وحدين اخرين يوجدوا لك وانت عندك مشكل ديجا في ليفيكتيف ديال لي جون، وزيد عليها الامكانيات، زيد عليها، فهمتي؟ اخر سؤال، يعني انا بغيت ما نضر هذا ما نضر الاخر، وفي نفس الوقت الناس يتفهموا هذه المساله، ولا تفهموها الناس. انا كما قلت الناس مسؤولين، انا مستعد باش ما كان، يعني ديك لي ريسك ديال الواحد غادي يدير بلا كارير ديالو هنا ما عنديش مشكل فيها، نضرب فيها ونتحط فيها باش تخرج من داك شويه شي حاجه اللي تبان وتدير. حنا كنتمناو لك الخير وراه واقفين معاك اللهم امين. ولا معاك راه واش راه تنقول لكم من الداخل، والله العظيم ماشي شي حداكم ولا اخر سؤال سي صابر، ماذا عن حصر اللائحه النهائيه وتربص اعدادي امتى غادي؟ باقيين بعاد في حصر النهائيه، ما نكذبش عليكم، باقيين تربص الاعدادي، باقيين تربص اللي علاقه باللائحه، ما يمكنش تخرج بتربص وانا ما عنديش لائحه اللي هي متكونه من واحد 90 حتى 95%، لان شنو جدوى التربص بلا اللعابه اللي واحد ليفيكتيف اللي هو مجموع. لكن انت تمشي بواحد نقولوا 50% ولا 40% ولا 30% تجمع ما عنده حتى شي قيمه.